حاصل ضرب 40 في 150؟ ايه السؤال ده؟ A few moments later. ممكن نقول 4750. 67 بلس 1656. هو انا عشان قلت لكم يعني عيلتي دكاتره تجيبوا لي اسئله كده انا اتوترت. طب انا هقرب برضو المسافات، هقول مثلا 1714. جبت كام في الثانويه العامه؟ انا كنت امريكان، جبت في الاس تي تقريبا 1850، كان من 2400 وقتها. تقديرك ايه في الجامعه؟ بي، اللي هو يعني ما يوازي تقريبا جيد جدا. قول لنا نكته بايخه انتوا اللي طلبتوا. مره واحد فكهاني مات من الخوخ. لو كنت لاعب كره قدم تحب تكون مين؟ ابو تريكا، يمكن هو كان احسن لعيب في احسن جيل، في الجيل الذهبي، قدوه جوه وبره الملعب، موهوب موهبه غير طبيعيه، فاكيد ابو تريكا. قلد نفسك لما بترفض لحد طلب، اكيد كلنا بنعمل نفس الحركه. خلاص ماشي هظبط واكلمك، ده معناه ان انت اكيد مش هتكلم. بتعرف تطبخ ايه؟ انا ما بعرفش اطبخ قوي بصراحه يعني، بس بعمل فطار هايل، ووجبتي المفضله اصلا الفطار، فهقول انا بعرف اعمل فطار كويس. فيجيتيريان اومليت ده السيجنتشر ديش بتاعي. لو في ايدك تختار شخصيه عالميه واحده تقابلها، هتكون مين وليه؟ انا فيفيت شو بتاعي هاو اي مات يور مادر، وبحب قوي كوبي سمولدرز. فلاش باك، يعني هتوصل للعالميه. اسماء جلال، مين مطربك المفضل؟ ده اعتقد اي حد يعرفني ممكن يجاوب السؤال ده، يعني انا عرفت كل الناس بيه. عمرو دياب يمكن بسمعه طول الوقت. لما بتكسب بطوله ايه اول حاجه بتعملها؟ اول حاجه لما برجع اوضه اللبس على طول بكلم امي عشان يعني افرحها، وحتى لما بنخسر برضو يعني يا اما ما بكلمش حد خالص يا اما بكلمها هي او شريف اكيد. بس يعني ببقى كين ان انا اكلم امي اول حد. انت برج ايه؟ قول لنا اكتر صفه مميزه في البرج ده. انا برج الاسد. مش عارف، بحس الناس كتير مش تحب البرج ده. انا اصلا مش بؤمن بالابراج قوي، ومش عارف الصفات المميزه في البرج ده، بس ممكن اقول ان انا عنيد، فاعتقد ده اكيد حاجه في البرج يعني، لو ابراج دي صح. مش عارف. ناديك المفضل اوروبيان في كره القدم؟ عندي ناديين في انجلترا ارسنال، وفي اسبانيا برشلونه. برو ايفولوشن ولا فيفا؟ فيفا اكيد، مش عارف ليه احد ممكن يكون بيلعب برو ايفولوشن. لو جات لك دعوه تحضر ماتش في الاولد ترافورد ولا تحضر نهائي ويمبلدون للتنس؟ هو انا بحب ارسنال، فيعني ما ينفعش اروح ماتش في الاولد ترافورد، وانا بحب التنس قوي ورياضه عامه، بس التنس كمان، ويمبلدون لسه خلصانه، فهقول نهائي ويمبلدون للتنس، بالذات ان الكاريز والجوكو، ف كده يبقى فاينل حلو. لو جات لك دعوه تختار تحضر فاينل ام بي اي ولا نهائي كاس عالم للسله؟ سؤال صعب، عشان الام بي اي الفاينلز بتبقى اكسبيرينس برضو، وبعدين يعني ممكن تبقى 5 6 7 ماتشات، بس انتوا اكيد هنا السؤال ماتش وماتش، فاقول نهائي كاس عالم. اقول نهائي كاس عالم. نهائي كاس عالم كل 4 سنين، فاينلز كل سنه، فاعتقد كاس عالم. هتاف بتحب تسمعه من الجماهير؟ في 2 بالنسبه لي. في واحد كان اول تقريبا يعني كان اول تعلق ليا بجماهير نادي الاهلي، كان روح لمين؟ ايهاب امين. والتاني اكيد مشهور، سلاوي الدوطه ايرام مش هتشموها.